شرف حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه حفل زواج سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة يوم أمس في مجلس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل خليفة رحمه الله بالرفاع. كما حضر الحفل كبار أفراد العائلة الملكة الكريمة وكبار المدعوين. وقد هنأ جلالة الملك المعظم سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة بهذا الزواج المبارك الميمون، متمنيا جلالته لسموه حياة زوجية سعيدة. وقد رفع أنجال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل خليفة أسمى آيات الشكر وعظيم التقدير والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه على تهاني جلالته ومشاعره الطيبة النبيلة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويرعاه ويديم على جلالته موفور الصحة والسعادة. كما وقدم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وذلك بمناسبة زيارتهما للبلاد لحضور حفل زواج سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة. كما أعرب سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بهذه المناسبة عن تهانيهما لسمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة بهذا الزواج المبارك الميمون. ولسمو الشيخ خالد بن محمد بن سلمان آل خليفة مستشار جلالة الملك المعظم ولأنجال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل خليفة متمنين لسموه حياة زوجية سعيدة.